استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك بحضور عدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن سمو الشيخ عبد الله بن خالد من رجالات البحرين الذين أسهموا بشكل فاعل في مسيرة العمل الوطني، وقدموا الكثير لهذا الوطن وبذلوا في سبيل رفعته، وستظل إنجازات سموه خالدة في الذاكرة الوطنية، والحكومة تستذكر دوما بالتقدير والاعتزاز ما قدمه في سبيل تطوير العمل الحكومي، منوها سموه بدور سمو الشيخ عبد الله بن خالد الكبير من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وقد أعرب سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على الاستفسار الدائم عن أحواله والاطمئنان عليه، وهي مواقف ومشاعر نبيلة لها وقعها الطيب على النفس وتبعث على الاعتزاز، منوها سموه بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المستمر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وحرصه على تطور عمله بما يعزز دوره الوطني والإسلامي.